مرحبا أصدقائي، شلونكم يا شباب؟ يا طيبين يا محترمين، صارنا هواي ما ملتقين. والله تعرفون دوام معذورين شباب، يعني لازم تعذرونا شوي شباب. الناس هواي تسألني على إنه أوروبا بالليل شو يصير. شوف شباب، أوروبا ليش اللي يجي بالأخص مثلاً خلينا نقول ألمانيا، ليش يقول لك أتكأب وما أتحمل والحياة تصير سودة بوجهي وش اسمه شباب؟ شوف هاي الشوارع يمكن كلكم تحلمون بيها، بس اللي يجي بعد فترة شباب ما يحلم بيها صراحة. بصراحة أمانة الله ما يحلم بيها شباب، لأنه صار عندك نوع من الكآبة. شوف هاي كلها ظلمة، يعني هسه بعد شوية كلها تطفي الأضوية لأنه يأخذون فلوس من عندهم، كلها تطفي الأضوية شباب. الناس من تقول لك إنه صار كآبة عندك وهاي، ترى ما حد يكذب والله. أنت وشنو؟ انت وشطارتك. بس خلنا نقف شوي شباب، سمحوا لنا شوي زين خلص هاي في بالي من الشارع. يا عظيم يا صح العشر العظيم زين. هذا يوزع ادوية، هذا ابو ادوية، هذا تقدر تشتري سيارة وتشتغل بشركة. فاصدقائي شوف هسه تشوفون شوية ناس بعد الساعة 8 كلها تعزل، ماكو أي واحد يفتح. فتشوفون الوضع يمر من أسوأ إلى أسوأ، من أسوأ إلى أسوأ، يعني ما بين قوسين، يعني أقصد بالليل تحس إنه الوضع صار كئيب. لا أكو، يعني إحنا عراقيين يمكن أكو دمبلة، أكو مكانات يعني قاعدون بيها يتونسون، مكان نرجيلة شلون عباك بالعراق رخيصة هم تقعد الصوت بس مال. وانسى وانسى ماكو، مستحيل يعني وانسى تتونس وتطلع ويا جماعتك وش اسمه هاي، ماكو مستحيل. اطلع يا ابوي اطلع بالقوة تمشي. فشوفون شوارع شباب، شوفوا يعني احكي لكم كل المدن، ما احكي لكم بس هاي المدينة. فتحس انه انت الوضع مو مناسب لك كشاب تطلع تتونس، وين مثلا تروح مثلا مناطق بغداد تلقى ابو فلان مفتح لحد الساعة 11 ومطاعم ومقاهي ويوم بالأزقة، حفت لكم بالأزقة، الله وكلكم بالأزقة، ومقاهي ومطاعم وشو اسمه تبقى للصبح ويسوها، ماكو هاي هنا ماكو. الساعة هسه اخذكم للمدينة الساعة 8 عصفور ما تلقوه تحس. فالناس هواية تقول لك انا تكأبت، انت تكأبت اتربيك. شوف والله يمكن هذا ممنوع الدخول، بس راح ادخل له شو يصير خليه يصير اذا قالوا لي زين. ف شباب هذا الوضع احنا عندكم، انتم ما راح يناسبكم بهواي اماكن. راح تقول له هواي اماكن راح تقول ها شنو هذا؟ انا الساعه بالعراق الساعه 12 تخلي البيت، شنو هنا شو تسوي انت؟ لا هنا شغل بيت، بيت شغل، شغل بيت وبيت شغل، شغل بيت وبيت وشغل. والله ودعت امي شباب، تبقى ترجع من الدوام تلقى اطفالك، انا اقول لك اذا عندك اطفال، واذا وحدك انا اقول لك جماعتي خلي اقول لكم شغله جماعتي بالقران بحث نحكي بهالمشروع. الله وكيلك نضربه خيط، اجي افوت من يمه اقول له ها اقصد ما مزوجين، ها فلان هلو هلو اه ولك هاك نحضنه يبوسنا، ها اخويا شلونك هسه هسه يقول لي هلو هلو اه ايش بي قلت له ولك؟ والله اخويا ضايج كآبه من الدوام للبيت. انا اقول لك السبت شوي يصير حلوه ديسكوات حفلات هاي، اما بالايام العاديه لا الله لا يشوفك اياها. فانت تشوف الحياه وتقول شنو هالكابه انا اللي جايبي. اشوف هسه هذا احترمني لانه انا جاي، فهذا شو اسمه تانجي زين، ناس محترمين بيهم والله اكثرهم مو بيهم. ف شنو أصدقائي هنا؟ هنا أنت تحس إنه أنت بين قوسين يراد لك تغيير تجديد. شنو هالتجديد؟ التجديد يعني لازم لازم يطلع عندك إبداع. ليش تشوف أنت هسه مثلا بالعراق اليوتيوبرية مثلا نحسبهم يمكن 5-6، أما هنا هواية. ليش؟ لأن هي طاقة عندهم لازم يطلعوها، يعني يختنق يموت ما يبقى شباب، يبقى بالبيت. يعني هسه أنا مثلا أعطيكم مثال، والله العظيم قسم بالله العلي العظيم لو بيدي والله والله يومية تقريبا خمس ست ساعات اطلع لايف واحكي وياكم لحد ما احس انه بعد خلاص انتهيت ما اقدر احكي.
واروح. بس شو اسوي؟ شغل اكبر مني، اكبر مني بكثير، لازم هذا اعتمد بين قوسين يعتمد. لا ما افوت منه، لا والله خلني افوت، ما داخل يعني. يعتمد على المشروع. بقول لك هذا وان سايد، مو اي وان سايد، هذا الباص انتظر يطلع. الله دخلت بشوارع ما عندنا. على ابو تشابه حتى تسوي بيه سكتة. زين اصدقائي، بتحس انه المشروع بين قوسين، تحس انه ما ترتاح. شوف عندي اشوفكم الاوضاع، يعني تحس شايفون، شايف هذا الفيلم ذا لانك، هذا الساعة بالتسعة لازم يدخلوا البيت من واحد يطلع صوت، بس راح يطلع صوت شو اسمه يكتلو نفس الشيء. تحس هاي الشوارع الدرابين هاي هيك. وبالليل انا اقول لك الوضع امان بفضل رب العالمين والحكومة، بس يعني شوف تحس موضوع عند اشوفك مياه هواي سنين صدق اوروبا كآبة صدق. انت بعد انت جاي من مكان وفجأة يصير الهدوء، وانت تقول هسه يمكن تقول يا معود انا اتمنى يصير عندي هدوء، بس فترة راح تقول ها عمي هذا الولد قال لنا اليوتيوبر قال لنا بالهجرة الغربة قال فد يوم هيك يصير، واحنا ما اخذنا حكي بالقرآن وغلات بنتي. تكره نفس نفسك مو بس نفسك، لازم ترجع البيت ظلمة الدنيا تطلع. يعني فد يوم اصور لكم اياها ان شاء الله مقطع قصير، تطلع ظلم ترجع ظلمة، تروح ما اعرف وين ظلمة، تسوي ما اعرف شنو ظلمة، ترجع بالليل تسوي اكل ظلمة، تطلع بسيارتك الصبح ظلمة، ترجع هذا كذا بجانب نفس الشيء حيعيط. الله يستر هسه. ف شو ما قلت لكم هسه يمكن عرفتني هون. زين فهنا شباب شو يصير؟ هنا يصير عندك الموضوع غلط، لازم تتأقلم، لازم تقول انا انتقلت من عالم الى عالم ثاني، عالم ما بي اسمه شيء اسمه حريه ونسوف وهاي السوالف. ابد 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 انس من الاخر. فتبدا تتأقلم على عالم ثاني، عالم بشغل بيت شغل. شو تسوي انت هنا؟ تستغل الفرصه، تشتغل بالقانون بالابيض، تشتغل هناك راتبك يصير قوي، تسوي لك مثلا مشروع لك، هذا المشروع يجيب لك من عندك خبزة زينة، هاي الخبزة اسوي لك بها مشروع بالعراق، وهي شيء لحد خمس ست سنوات عشر سنوات ترجع انا اقول لك بيك 100% خيط. الله وكيلكم ترجع 100% بيك خيط واحد، بس ترجع تعيش حياتك. يعني مثلا عندك حياة واحد ترجع بعد دكتور نفسي وهاي عالجك، مثل الحرب الغربة نفس الحرب، من ترجع من الحرب هي هاي بلدهم تقاليدهم طاقتهم نفسهم هم انت تجي عبء وتجي بين قوسين خطأ. فلازم تتأقلم على هذا المشروع صديقي، لازم تقول هذا المشروع هو الصح، هو اللي أنا أبني عليه، هو أنا هذا اللي أسس عليه، هو أنا هذا اللي أبني عليه طاقتي. مثل أنت يقول لك فد 10 8 5 سنوات، أما أنت شوف حقك شغله، إذا تجي وتشتغل بدي أجل، يعني مثلا بدي أجل يعرفوها في كل شركة مال نقلة وغيرها، الله وكيلك. لحظة شباب ما قصدكم ثواني سامحوني، لأن هذا شارع إذا واحد فلشني ما بيح إلا أقول له آسف ولا يقول له آسف. زين شباب ماكو، لازم غصبا عليك حشما بوجهكم شباب أصدقائي اسمحوا لي على التعبير، تبقى تتأقلم على المشروع هذا. هذا المشروع هو اللي يجيب لك الخبزة، هو اللي أسس لك الحياة. شنو هو المشروع؟ المشروع أنه تتأقلم ويا البلد، تتأقلم وزيد راتبك، مو تشتغل بالدي اتش ال، تشتغل لي ما أعرف حمال ما أعرف وين والله شيء على مدة تدفع إيجار، لا لازم تشتغل شغل يكون يجيب لك 3000 4000 2500 2700 وشوية ضم إيدك على قوت أمي، صك إيدك شوية ما شو اسمه صير قرميدة، يلا تعيش. أما أنت تجي تقول
والله انا تون اما تريد تقول تقول لا انا اريد اخسر يعني 10 سنوات 8 سنوات من حياتي انا شاب صغير براحتك انت حر خلص هديس كوات وشرب وعربده ورقص والعفو ملاهي وكل شيء هاي كلها هاي وراس الشهر يوم 9 شهر او 20 او 25 ما عندك فلس تروح لازم تجدي من زمحتك او تقول له هك دزولي ايه تتونس او ما تريد تضم الضم وتاخذ لك هيجي بيت انسى انا اقول لك انسى انا صار لي 19 سنه اكثر يمكن اعرف عشت حياتي هنا الله وكيلك اول ما اجيت يمكن سنتين ثلاث سنوات عشتها ونسوا طربقة وبنات وروح وش اسمه وعم اتزوج واحد عزابي وافترت الدنيا كلها بعد فتره حسيت بنفسي انا جاي اسوي اكبر غلط بالكره الارضيه يعني انا قلت مستحيل ابقى كل عمر حياتي بين قوسين اخلص يا اخي تمشي والله انا بايسكل امشي اسرع منك غير يمشي حتى عبر موتتني بالقران موتتني هذا وراي بس انت ما ادري تشوفونه واحده بسياره الله يحفظك وينصرك ويوفقك ياخذ يمين انا غلطان انا اسف اعتذر منك حبيبي ابالي يطلع قبل فاصدقائي وقلت لكم احنا مضروبين هسه نحكي وين نفس تعركت وصلحت الولد ولد مو يمي فاصدقائي الله يحفظكم وينصركم ويوفقكم ان شاء الله كنا نكون بخير وصحه وعافيه اهم شيء صحه العقل وصحه العقل بصلاه اصدقائي كل ما صلي وتذكر اهل البيت وتذكر يعني نفسيتك الطيبه وهذه الله يوفقك ويسهل امرك ويسهل امورك كلها والله انا هواي مريت باشياء خطا سويت اشياء خطا مريت بطريق خطا والحمد لله بالاخير الحمد لله فضل الله واهل البيت استقرينا وتاقلمنا بين قوسين وبالاخير اكيد نقرر يجوم ان شاء الله انا وعائلتي اكيد ان شاء الله من بنتي تكبر واطفالي ثاني يكبرون اكيد راح انه اخذ عائلتي وارجع 100% اروح اعيش مو على مود انه هسه الناس تقول لي انت لا والله بس انا احس انه الموضوع كفايته انه خلص انه لازم واحد يرجع لبلده مثلا اذا بلدك اربيل كردستان العراق ان شاء الله العراق تكون احسن باذن الله ونرجع لبلداننا نعيش بكرامتنا بقيمنا بمبادئنا يبقى الوطن غالي مهما كانت الامور والظروف وهذه متعيش بالغربه تحس باحساس ثاني احساس تحس بالوحده تحس بعدم بين قوسين عدم احترام ذاتك عدم احترام كيانك تحس انه انت غريب بين هاي الناس تحس انه هاي الناس بين قوسين مو هي اللي شو اسمه بس انا اقول لك اكيد لازم ناخذ جنازتنا ويانا لانه لا سامح الله راح يتمرض يصير شيء هذه اكيد ترجع هنا يتعالج وما يبقى بالعراق يتعالج فهذا شيء نقطه كلش مفيده مثلا تعلم لغه تشتغل شركات مثلا تخلص لك فد مشروع هذا المشروع يبني عليه امالك وطموحك شوفوا اصدقاء حاليا خل اشوفكم الساعه ثواني شوف حاليا ليش الساعه بالخمسة ونص حلو اصدقائي شوفوا حتى خاف يقولوا له واحد شو اسمه بالخمسة ونص ضاع اصدقائي خمسة ونص والله العظيم اكو بنيه باوعت عليه سدت الباب لانه صوت زعجتها بالله صحتي حلو انا هذا شوفوا اصدقائي خمسة ونص ضاع الشوارع بس يقولوا بالمنصور بزيونة مستحيل والله مستحيل بالمنصور بزيونة يمكن بالشوارع هيك بس تطلع على الشارع تشوف المحلات والمطاعم والناس تبقى بالشباب بالركن يقعدون يشربون نرجيلة وش اسمه هنا ماكو شباب ماكو الله وكيلك هنا اذا تقعد بالبيت بس هنا تشك 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 ها لا شانك شانك فبين قوسين الحياة هنا شوية بيها عبء هواي ناس يسألوني تخلولي هواي عوائل شو اسمه فأخوي بلا زحم عليك صدق أكو كآب أوروبا صدق أوروبا كئيبة صدق فأنا يوم دقرت التعليقات وشفت وجعت من الدوام أخذت دوش وش اسمه هاي قلت خلي أطلع أنا بصراحة ما بي حيل أمشي قلت خلي أطلع بالبايسيكل أفتر لكم الشوارع لأنه إذا أفتر هاي الشوارع بيش ما يحتاج لنا تقريبا ساعة فالبايسيكل ما يحتاجه
الله يرزقكم شباب الصحة والعافية قبل كل شيء، ويحفظ ويحفظ كل أمهاتكم وأبوهاتكم، ويرحم الميتين ألف رحمة على روحهم جميعا. صلوا على محمد وآل محمد أصدقاء الطيبين، يعني يقول لك صل على الحبيب قلبك يطيب بإذن الله. فقبل كل شيء أصدقائي، الله يرزقكم الصحة مثل ما قلت والخير، وإن شاء الله بإذن الله كلكم تجون هنا بحق أهل البيت، كلكم تجون هنا، لأنه الإنسان بعض الأحيان عنده هدف وطموح، وبعض الأحيان يسموها يعني شلون أقول لكم، لا أهداف. إنسان يفكر بفت قضية واحدة بس ويكرس كل عقله عليها، وهذا المشروع جدا خطأ في سبيل إرضاء ذاتك، حتى أنه بالأخير توصل لمرحلة تقول أنا ليش، تقول أنا ليش سويت هذا المشروع، لأنه كان ممكن بالأفضل أبقى بلدي أو أفتح لي مشروع ثاني، أو يمكن كان أنه أذهب أروح لغير مكان. بس كل شيء رزقك وياك رب العالمين، ما ينطيك مكان أو ما ينطيك هدف بعقلك إذا ما ينطيك رزقك، بس يقول لك لازم تسترخي وتفكر، لأنه اسعى يا عبدي وأنا عينك بكل مكان تروح، حتى إذا كان مكان خطأ فتلقى رزقك وياك. المهم أنه أنت سعيت بهالمشروع. آسف على الإطالة أصدقائي، هذا الحكي كله إن شاء الله بإذن الله يفيدكم. يمكن اللي سمعني يعرف أنه أنا دحكي من داخلي ومن ذاتي، ودحكي من 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 أعماق قلبي لكم، وقسم بالله ودحكي الحقيقة، يعني مو من ألف ودور على مود لايك، لأنه أنا بصراحة يعني أنا ما أنسى لايك. وعلى قولت اللايك شباب، بس تنسون لايك المشاركة، هذا الشيء يسعدني والله أن أشوف الفيديو وصل عندي مشاهدات قوية، وهذه أنا يعني أفرح. يعني ما لي موضوع أنه مو موضوع مادي أو شيء، بس أنا الشيء هذا يفرحني. مهم أصدقائي، أحبكم، أشوفكم بإذن الله باشر أو عن طريق فيديو جديد.